السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتورة هند صلاح، Associated Professor Obstetric and Gynecology زجازيك University. هنبتدي مع بعض إن شاء الله. مواضيعنا هي مواضيع كلينيكال، هنبتديها بالأوبستاتريك هيستوري. How to approach to obstetric patient. الأوبستاتريك patient إزاي بتعامل معاها، وهل هي مريضة عادية ولا هي إنسانة عادية وجايالي بحاجة نورمال اللي هو البريجنانسي، ولا إيه الوضع؟ أول إيشو هنتكلم على الهيستوري، تاني حاجة عندي نتكلم على الإكزامينيشن، وتالت حاجة الإنفستيجيشن. الأوبجكتيف بتاعنا في عيانة جاية للبريجنانت إن أنا هاو تو ديت ذيس بريجنانسي، يعني عمر البريجنانسي ده قد إيه؟ ونمبر تو هاو تو أيدنتيفاي إني بروبلم ويتش مي بي نيد برو أكتيف كيرنج. وعايزين نقول ان الانتينيتال كير از ان اكسرسايز ان سكريننج. اول حاجه هنتعامل معاها هي الهيستوري، والكي بوينت بتاعتنا اللي هي لازم تبقى معانا في اي معامله لينا مع اي بيشنت هي always introduce yourself, say who you are, ensure the patient is comfortable and warm, don't do vaginal or breast examination alone, and all informations are confidential. الكلام ده اعتقد انتوا عارفينه لما خدتوا الكوميونيكيشن سكيل. انك تاخد الهيستوري من اي بيشنت ده عباره عن ارت. ليه؟ لان البريجنانسي از ا نورمال اوكرنس، سو ذا يوجوال فورمات اوف كلينيكال هيستوري شود بي موديفايد. الكلام اللي بنتكلم فيه مع اي عيانه جايه له وهي بريجننت كانتينيتال كير او عندها مشكله هو كلام او هيستوري بيتاخد بطريقه اخرى مختلفه عن اي معامله مع اي بيشنت تاني. لازم يكون الهيستوري اللي هناخده في شكل لوجيك سيكونس. لازم افويد الان انتندد اوميشن اوف امبورتنت ديتيلز، ما تخطيش ولا تعدي حاجه مهمه ممكن تفيدك. الكلام اللي بنسال عليه دوت هيساعدك تو جايد ذا اكزامينيشن. انك تاخد هيستوري اوف باست بريجننسي ده مهم جدا لانه مي التر ذا اوت كام اوف كارنت بريجننسي، وهنقول ازاي. بنبدا في الهيستوري عن اول حاجه اللي هي الديموغرافيك ديتيلز، اللي هي عباره عن النيم، الايج، الادرس، الفون نمبر، الاكوبيشن، الايثنيك جروب. كل ده مهم جدا. وطبعا انتوا خدتوا في الكوميونيكيشن برضو ان النيم ده عشان يبقى انت فاميلي مع البيشنت، الايج لان انت عندك هنقسم بعد كده ان كل واحده بريجننت جايه لك هتقسمها في كاتيجوري يا اما لو ريسك يا اما هاي ريسك. واللو ريسك والهاي ريسك اللي بيختلفوا طبعا في حاجات كتير جدا. الادرس لان في بعض الامراض بتبقى انديميك او ايبيديميك في بعض الاماكن. الاكيوبيشن والايثنيستي طبعا. الايثنيك جروبز يعني طبعا هي في مصر مش هتبقى كلهم هم ايثنيك واحد، ولكن لو كان عندك طبقات مختلفه جايه لك زي مثلا العيين اللي هم اللي جايين من افريقيا ممكن دول اكتر ناس بيكون عندهم بلاد ديس اوردر زي السيكل سيل وزي الثلاسيميا. فدي مهمه لان احنا بتطلع طبيب من هنا يقدر يتعامل مع كل الجنسيات وفي كل الاماكن. بتسال بعد كده على البريزنت كومبلين، يعني وات ذا ريزون فور اتندنج، هي جايه ليه النهارده؟ هل جايه فور انتينيتال ولا هي جايه عندها مشكله؟ طب هي لو عندها كومبلين الشيف كومبلين ايه؟ يعني بتاخد الداتا منها والديوريشن ان كرونولوجيكال من القديم الى الحديث خلاص ان اوردر. وطبعا بتكتب الكلام ده ان بيشنت اون وورد، يعني ما تكتبش وانت بتكتب الكومبلين بتاع العيانه في الملف، ما بنكتبش الكومبلين باليور اون وورد، نو بتكتبه بالبيشنت وورد. يعني تقول لك الم تكتب الم، بين بين، ما تكتبش ما تترجمش الكلام ده لكلمات او اصطلاحات طبيه، مش هنا مش في الكومبلين، هنكتبها بعد كده بس في اماكن اخرى. طب this pregnancy بنتكلم عن ايه؟ بتتكلم اولا على الجستيشنال ايج استيميشن. يعني ايه جستيشنال ايج استيميشن؟ تقدير او تحديد العمر الجنيني لهذا الحمل. بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الديت اللي انتوا بتاخده من العيانه، بتعتمد على المنسترال هيستوري، على الكلينيكال اكزامينيشن، على الالترا ساوند فايندنج، وهناخد كل واحده منهم هنتكلم فيها بالتفصيل. بالنسبه للمنسز
طبعا غالبا العينه الجايه تقول لك انا بريجننت، هتقول لك انا ميس بيريود، فبتلازم تتاكد منها هل البيريود بتاعتها ريجولر ولا نوت ريجولر، الافريج لينس بتاعها كام يوم والاماونت قد ايه، هل هي شور من الديتنج بتاعتها ولا لا، هل هي كانت بتاخد كومبايند اورال كونتراسبتيف بيلز ولا لا، وات ذا لاست مينستريال بيريود اوف ذيس بيشنت. في كده عندي مصطلحات لازم نبقى عارفينها واحنا بنحدد جيستيشنال ايج استيميشن، في اختصار اسمه ال ام بي اللي هو لاست مينستريال بيريود، وفي حاجه اسمها الاي دي دي اللي هي اكسبكتد ديت اوف ديليفري. اللاست مينستريال بيريود بتاعه العيانه بحدد بيها الاكسبكتد ديت اوف ديليفري، بمعنى عيانة عايزة احسب لها او مريضة جاية لي حامل عايزة احسب لها ميعاد الولادة، بحسبه ازاي؟ بقول اللاست مينستريال بيريود بكتبه بالتاريخ وبزود عليه 9 مانس في الشهور و7 دي في الايام، تمام يا جماعة؟ يبقى انا اكسبكتد ديت اوف ديليفري عبارة عن مجموع اللاست مينستريال بيريود متضاف اليه 9 مانس وايه و7 ايام. طبعا لازم بالديت بتاع العيانه انا حددت لها ان العيانه دي مثلا النهارده 20 اسبوع 25 اسبوع 30 اسبوع، لازم اعمل سونار واقول هل السونار ماشي مع الديت بتاع المينسترال بيريود بتاعها ولا لا، وده مهم جدا لان في عيانين بيكون البيريود بتاعتهم ايريجولر او العيانه متلخبطه، ولازم بالسونار تعرف العيانه تطلع من عندك هي سنجل بريجنسي ولا مالتيبل بريجنسي. في شوية ترمس برضو حاجة بسيطة هتحتاجوها وهي مع التكرار هتحفظوها، حاجة اسمها الجرافيدا حاجة اسمها البارة. يعني ايه جرافيدا ويعني ايه بارة؟ كلمة جرافيدا بتعني total number of pregnancy، يعني هذه الانسانة وهذه المريضة اللي جاية لي كم مرة حملت كل انواع الحمل سواء كان normal او normal او abnormal، كمل بlife birth او كمل بstillbirth، كل انواع او كل الرقم بتاع الجرافيدا. انما الباريتي هي بتشمل ايه؟ النمبر اوف الليف بيرث وكمان الستيل بيرث، اي طفل هي ولدته سواء كان عايش او ميت بينزل تحت ايه مسمى باريتي. بعد كام اسبوع؟ بعد 24 اسبوع. طب ليه 24 اسبوع؟ لانهم عالميا اتفقوا عن ان الجيش الايج اللي يقدر فيه ان البيبي ده يكمل ويستحمل الاكسترنال لايف هو 24 اسبوع. دي منظر الويل، دي حاجه موجوده هتلاقيها في اغلب العيادات اسمها اوبستاتريك كاليندر، اوبستاتريك كاليندر او ويل، دي بنقدر نحسب بيها البريجننسي بتاع العيانه النهارده هي جايه لك في الاسبوع الكام. دي بسيطه جدا ان انت بتحسب اول يوم بتحطه عندك، دي عباره بالمنظر ده شهور وايام واسابيع، في عندي سهم محطوط على اول يوم في البريود وسهم تاني مكتوب عليه اللي هو الأربعين أسبوع. فأنت بتيجي أول ما العيانة تديك اللاست مينستريال بيريود بتحط السهم ده على اليوم اللي قلت لك عليه وبتمشي مع الدايرة ديت، هتلاقي عندك أربعين أسبوع هتقولها التاريخ اللي هتولد فيه. طيب وإيه الحاجات الباقية دي؟ هي جاية لك النهاردة في تاريخ إيه؟ بتقف عند التاريخ اللي هي جاية لك فيه وتقولها أنت النهاردة الأسبوع الكذا. طيب احنا قلنا ان انا عشان اعمل جيستيشنال ايج ديتنج لازم اكون عارفه المنسز بتاعتها اللاست مينستريال بيريود واكون عامل لها الترا ساوند. الالترا ساوند يا جماعه بقى اي بي سي في الاكزامينيشن بتاع اي عيانه بريجننت. ما ينفعش ان العيانه تخش عندي تكشف من غير ما اعمل لها سونار، لان السونار دوت بيفرق اكنه كلينيكال بالظبط. الالترا ساوند في حالات البريجننسي له كذا مسمى، هو الترا ساوند بس حسب انا عاملاه ليه وفي انهي وقت له مسمى. لو عملته عند 10 13 اسبوع اسمه الديتنج الترا ساوند، يعني انا بحدد هذا الجستيشنال ايج عمره كام. طب انا لو حبيت اعمله عند 14 او 20 اسبوع ممكن اعمل بيه ديتنج، زائد بعمل حاجه بيه اسمها نكل ترانسليشنز الترا ساوند، ده نوع من انواع الايرلي كونجنتال انوماليز هنقولها دلوقتي، وده بيظهر ايرلي، ده بيظهر ايرلي هنقوله دلوقتي، وده هينفعني ان انا ممكن اكتشف بيه ان هو هل في كروموزوم انوماليز ولا لا، زي الداون سيندروم. لو عملته عن 18 20 اسبوع ده له اسم تاني اسمه انوميلي سكريننج سكان، بعمله عند الاسبوع ده عشان اشوف هل البيبي ده فيه اناتوميكال
anomalies ولا لا؟ طب لمين؟ لكل الناس؟ في الغالب لا، في الغالب بعمله لعيانة بتكون قبل كده كان عندها congenital anomalies، history بتاعتها او الهفاميلي بتاعها في congenital anomalies، او العيان دي diabetic. طبعا الثيرد تريمستر التراساوند في، انا بسمع كتير جدا يجي يقول لك انا جاي اعمل السونار النهارده عشان اشوف حول الام ده. الكلام ده خطا يا جماعه، ولازم نبقى عارفينه ان الثيرد تريمستر التراساوند بعمل بيه بعمل مونيتورنج للجروس والديفلوبمنت بتاع الفيتوس، وبقدر اعرف منه الويت بتاع الفيتوس، انما العمر الجنين بحدده من ايه؟ من الفيرست تريمستر التراساوند اللي هو اسمه ديتنج التراساوند، اللي هو بقيسه عند 10 ل 13 اسبوع. وفي حاجه تانية عندي اسمها الدوبلر فيتال مونيتورنج. ايه هي الدوبلر؟ ده عباره عن ان انا بقيس البلاد فلو اللي ماشي فيه، سواء كان الماتيرنال فيزلز اللي هي اليوتراين او الفيتال فيزلز زي عندك السريبرال ارتري او الامبليكال ارتري، ده في حالات معينه وهنقولها بعد كده واحنا ماشيين، مش في اي حاله، يعني مش الطبيعي انك تعمل لاي عيان دوبلر. حبيت اجيب لكم شويه صور بس عشان يبقى احنا الموضوع قريب مننا. الصوره الاولانيه اللي على الشمال ده صوره اهو فيتاس جوه اليوترس، ده ايرلي حوالي 10 ل 12 اسبوع. اللي جنبها صوره ثانيه، الثالثه دي صوره ثالثه. طبعا الاسود ده عباره عن اميوتيك فلويد، الانتيرور فوق دوت عباره عن بدايه البلاسينتا. طبعا الصور دي كلها سنجل بريجنانسي، نيجي هنا هتلاقي في توين، في توين اتنين فيتس، واللي بعدها نفس الكلام. طيب النكل ترانسليشنز اللي قلناها عباره عن ايه؟ شايفين الجزء اللي في الباك بتاع النك بتاع الفيتس ده اللي مكتوب عليه ان تي؟ هو ده. طب ده نورمال موجود؟ اه موجود بس بمقاسات معينه. المفروض لو حبيت اقيسه بقيسه عند 11 ل 13 اسبوع، ما يزيدش عن 3 ملي. لما يكون اقل من 3 ملي ده يبقى نورمال، لو اكتر منه اخاف ان يكون في داون سيندروم. بس طبعا لا اوقن ولا اقول ولا اجزم انه داون الا ما اعمل لها تحاليل تانية هنقولها بعد كده عشان نقول. ولكن اول جايد لينا هو الان تي دوت اللي هو النكل ترانسليشن، لما يكون موجود اكتر من 3 ملي اشك او اخاف ان العينه دي تكون ده داون سيندروم، وبالذات لو كانت العينه دي اصلا عندها هيستوري قبل كده انها كانت عندها اطفال فيهم داون. خلصنا الكومبلين، ابدا بعد كده في البريزنت إلنس، الهيستوري بتاعه ايه. يعني العينه دلوقتي جايه بتشكي لك مثلا فور اكزامبل، جايه تقول لك انا عندي نوزيا، عندي فوميتنج، عندي فريكوانسي اوف ميكتوريشن، عندي كونستيبيشن، عندي هيفنس امبريست، عندي ريزنج في التمبريتشر. هذه السيمتومز بتاعت العينه اللي بتقولها لك ممكن تكون دي اعراض عاديه للحمل، ولكن في بعض الاحيان لما تكون اكسجريتد بيكون بتعمل لي جايد ان العينه دي عندها مشكله. طيب ممكن تيجي تقول لي عندي انكل اديما، طب ده نورمال؟ اه مع البريجنانسي بيحصل، ولكن برضو الاديما خلي بالكم منها انها في بعض الاحيان، في ما نيجي نذاكر ناخد بقيه الدروس الاوستاتريك ان شاء الله هنقول ان الاديما بنوعيات معينه باشياء معينه، بيتنج ولا نان بيتنج، واصله لحد فين، ديت انديكيتور او ساينز لحاجات تانية وديزيز، منهم حاجه اسمها بري اكلامسيا وهنتكلم فيها بعدين. برضو ممكن العيانه تشتكي من بين الابدومين، طب ممكن يكون عباره عن ايه البين ده او سببه ايه؟ ممكن تكون فيها ليبر بين، ممكن يكون في مسميات عندي تانية هناخدها في الاوستاتريك برضو، زي مسمى ايه، حاجه اسمها ابرابشو بلاسينتا. يعني ايه يا دكتوره ابرابشو بلاسينتا؟ باختصار مفيد بسيط كده هناخده دلوقتي، ان البلاسينتا بيحصل لها سيبريشن، سيبريشن وهي في نورمال بوزيشن، يعني البلاسينتا مكانها صح، موجود في مكانها الطبيعي، ولكن حصل لها بريماتشور سيبريشن في الدورينج بريجنانسي، ولها طبعا ده درس كامل. بري اكلامسيا توكسيميا، وهنقول برضو بديتيلز، ده عباره عن سندروم بيحصل في مع الحوامل في الهيومن بينج فقط، ويتمثل في ايه؟ وجود هايبرتنشن، وجود بروتينوريا، وفي بعض الاحيان اديما. ديجنريشن اوف مايوما، مايوما دي بتبقى موجوده عباره عن فيبرويد جوه اليوترس، لما يحصل فيها تغيرات باثولوجيه زي ديجنريشن تعمل بين. اكيوت يورينري تنشن، تورشن اوفيريان سيست، اكيوت كوليسيستايتس، ده كله يعمل بين انزل ابدومين.
العيانة ممكن تشتكي من باك ايك. طب سببه ايه؟ during pregnancy ممكن يكون نتيجة increase body weight، ممكن يكون نتيجة الهايبر اكستنشن اوف ذا سباين. العيانة بريجننت الابد من قدام anterior بتزيد بتزيد، ده كله بيحمل على السباين فيحصل فيه هايبر اكستنشن للسباين. laxity of joint in the pelvis and spine، وانتو خدتوا ان في الفسيولوجي بتاع البريجننسي ان في هرمونز بتزيد زي هرمون اسمه ريلاكسين وهرمون اسمه بروجسترون، ده كله يعمل لاكستي في الجوينت. فاجينال بليدنج، طب سببه ايه؟ له اسباب باثولوجيكال وله اسباب فسيولوجيكال. في عيانين او حوامل بيتميزوا ان وقت الفيرست تريمستر ممكن كل شهر وقت المنسترال بيريود يحصل لها سبوتنج، ده اسمه امبلانتيشن هيموريج، ده حاجة مش باثولوجيكال. ولكن ممكن يحصل حاجة تانية باثولوجيكال زي early pregnancy، بيحصل فيه سندروم اسمه abortion او ديزي اسمه abortion ectopic pregnancy and vesicular mole. كل واحدة درس منفصل هنتكلم عليه بالتفاصيل. late pregnancy ممكن يحصل spotting و bleeding مع حاجات اسمها ايه؟ حاجة اسمها placenta previa، باختصر مفيد برضو دلوقتي، ده عبارة عن abnormal position في البلاسينتا فتبدأ تفصل فيحصل العينة بليدنج. نوعه ايه؟ بينلس بليدنج. طيب ابرابش بلاسينتا احنا لسه قايلينها قبل كده في الشريحة اللي قبل كده، ده سيبريشن للبلاسينتا برضو ولكن في نورمال بوزيشن، او حاجة اسمها فازا بريفيا وهنقولها بعد كده ان ديتيلز. العينة ممكن تيجي تشتكي بتقول ان انا عندي الفيتال موفمنت بتاعت الفيتاس قلت. طب انا بعدها في قد ايه؟ المفروض ان العيانة او البريجننت لما تحس الفيتال موفمنت تبدأ تحسها وتطمن عليها انها حوالي 10 حركات في خلال 10 ساعات او 12 ساعة هي صحية. طب هي العيانة او العيانة البريجننت دي بتعرف ازاي الفيتال موفمنت امتى؟ لو برايمي جرافيتا، برايمي جرافيتا يعني اول حمل لها، تحسه عند الاسبوع ال 18 من الحمل، انما المالتي جرافيتا عشان هي بقى عندها اكسبيرينس تحسه عند الاسبوع 16. العيانة ممكن تشتكي من اكسسيف انلارجمنت اوف ذا ابدومين، تقول لك يا دكتور انا جاي المره دي بطني حاسه انها اكبر من كل مره، او انا اصحابي بيقولوا لي انت بطنك كبيره ليه. طب ده ممكن يبقى ايه؟ ممكن العينه تكون بتهيأ لها، او ممكن يكون مالتيبل بريجننسي، هي حامل في توينز او تريبلت وهي ما تعرفش، او يكون في حاجه اسمها هيدرامنوس. ايه هو الهيدرامنوس؟ الامنيوتيك فلويد اللي حوالين الفيتاس يكون زايد. وطبعا دوت درس كامل وهنقول كل واحد من ده ايه مشاكله وايه اسبابه. حاجه اسمها اكسيدنتال هيموريج اللي هي بتكون ماشيه مع الابرابش اللي قلناه في الشريحه اللي قبل كده، ان البلاسينتا نورمال بوزيشن ولكن بيحصل لها سيبريشن. طب بسيبريشن وبس؟ لا، يحصل معاها بليدنج كمان. او ماكروسوميك، يعني ايه ماكروسوميك؟ يعني الفيتاس ده اكبر حجمه اكبر من المعدل اللي المفروض يكون فيه الاطفال في العمر ده انترايوتراين، او العيال تكون ميس كالكوليشن، هي حاسبه نفسها انها 7 شهور مثلا وهي 9 شهور. بيحصل بيحصل. العينه ممكن تيجي تشتكي من فاجينال ديسشارج. طب هو نورمال ان يبقى الفاجينا فيها ديسشارج؟ مع النورمال بريجننسي نورمالي ان يحصل انكريز فاجينال ديسشارج، ولكن بشرط ان هو يكون كلرليس اودرليس ومعهوش اي سيمتوم تانية. طيب لو كان الموضوع زايد واب نورمال ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون من برين اللي حوالين الفيتاس مرابشر. طب ده فيسيولوجيكال ولا باثولوجيكال؟ لو رابشر اثناء الولاده ده نورمال، ولكن لو رابشر اثناء الحمل طبعا ده ابنورمال. طيب فيسيولوجيكال ليكوريا، واحنا لسه قايلينها دلوقتي ليها نورمال، او العينه يكون عندها فاجينايتس في شكل كانديديزيس مثلا، او يكون عندها سيرفايسايتس. العينه تيجي تقول لي هيستوري، هي اخذت اي تريتمنت دورينج ذيس بريجننسي اور نو، وبرده هي بتاخد سبلمنتيشن من الايرن او كالسيوم او لا. في الاخر بعد ما خدت كل الهيستوري من العيان ده البريزنت إلنس، بروح كاتب الكلام اللي في الاخر ده، بقول ان دي بريجنان فيميل فور هاو ميني ويكس، انا حسبت لها از هير لاست منسترال بيريود، يعني انا حسبت لها الديت بتاعها كذا باللاست منسترال بيريود، اند الاكسبكتد ديت كذا، انا حسبت لها الاكسبكتد ديت من المنسترويشن، اند بريجنانسي از كونفيرمد باي بريجنانس تيست سينس كذا، واكتب هذه العينه دي عملت تحليل حمل ولا لا، وعملته بتاريخ كام. طيب الباست اوبستاتريك هيستوري ده مهم جدا، واحنا قلنا في الاول ان الباست اوبستاتريك هيستوري
بيعمل لي جايد للنيو او نيو او كارنت بريجننسي شكله هيبقى عامل ازاي. ازاي الشريحه دي هنمشي معاها بس واحده واحده. ان انا بكتب اول حاجه ليست اوف بريفيوس بريجننسي، هي حصل لها ديليفري كم مره، وكان كل مره اديت امتى، البليس امتى، في الهوم ولا الهوسبيتال، الجستيشنال ايج بتاع كل ديليفري، كان ابورشن ولا كان بري تيرم ولا كان تيرم. طب الابورشن اللي هو الاجهاض هل له مسمى تاني؟ له مسمى تاني اسمه ميسكارج، وتعمل لها دي ان دي سي ولا لا. يعني ايه دي ان سي؟ دي عباره عن مينور اوبريشن بعمل بيها ايفاكويشن للكونتنت جوه الفيتس جوه اليوترس، وهنقولها برضو شويه قدام ازاي. طب البريترم مهم ليه؟ لان البريترم العيانه واحده جايه لي بريجننت النهارده تقول لي ده انا كان عندي بريترم اخاف انه ده يكون ريكرنت، فيزود لي الانسنس بتاع البريترم في الحمل ده. الميسكارج نفسه او الابورشن لو كان ريكرنت هيدخلني برضو في ريسك الميسكارج في الحمل ده، او يدخلني في حاجه اسمها اي جي ار اللي اسمها انترا يوتراين جروس ريتراتيشن او ريستريكشن للجروس. العيانه كان عندها حمل قبل كده اكتوبك او فيزيكولارمول. يعني ايه اكتوبك؟ هو بالعربي حاجه اسمها حمل خارج الرحم او مش في المكان النورمال بتاعه. فيزيكولارمول وهنقول دوت عباره عن ايه بقى شويه لما نمشي في منهج الاوبستاتريك. طب المود اوف ديليفري كان سبونتينيوس ولا كان انسترومنتال ولا كان بسيزيريان سيكشن؟ الانفانت اللي اتولد كان السكس ايك بتاعه ايه؟ الويت ايه؟ الويل بينج بتاعه كان ايه؟ بوست بارتم كومبليكيشن، هل حصل لها بوست بارتم هيمرج؟ حصل لها حاجه اسمها اكلامسيا، حاجه اسمها بيريكسيا. ويا جماعه ارجوكم ما نخافش من المصطلحات دي دلوقتي، كل الحاجات دي هتبقى سهله جدا بالنسبه لك، بس انا نعرف الحاجات دي كمجمل وبعد كده ان شاء الله هناخد كل حاجه بالتفصيل. الاكلامسيا هي عباره عن نوع من انواع، احنا قلنا البري اكلامسيا من شويه. الاكلامسيا هي عباره عن كومبليكيشن من البري اكلامسيا، ان العينه هايبرتنسيف وعندها البنوريا، وكمان العينه تبقى مور سيفير فتقلب معايا بكونفولجن، يبقى ساعتها اسمها اكلامسيا. العينه لما تيجي تقول لك انا كان جالي يا دكتور بري اكلامسيا في الحمل اللي قبل كده بس كان بدري، الار ده هيزود لي الانستنس بتاع ان يحصل لها في الحمل ده بري اكلامسيا برضو، هيزود لي الانستنس بتاعت الابرابشو، هيزود لي الانستنس بتاع الاي جي ار، وهيزود لي الريكرنس بتاع لو انا العينه قالت لي قبل كده كان عندي قبل كده كونجنتال ابنورماليتيز، ممكن يزود لي الانستنس بتاع الكونجنتال ابنورماليتيز في الحمل ده والماكروسوميا. دول امتى يا جماعه؟ مع لو انا عندي كمان الريسك اوف جستيشنال ديابيتس ميليتس، العيانه لو اشتكت قبل كده انها جالها سكر اثناء الحمل، ده بيزود لي الانستنس ان يجي لها في الحمل ده واللي بعده واللي بعده برضو جستيشنال ديابيتس ميليتس، ويحصل لها حاجه اسمها ان اكسبلينت ستيل بيرس. ستيل بيرس يعني البيبي دايد انترا يوتراين. ان يسال عن ميسترال اند جينيكولوجيكال هيستوري ده مهم جدا، واحنا قلناه في الاول، بعرف ان العيانه السايكل بتاعها التايم بتاعها الفوليوم بتاعها الريجولاريتي بتاعتها اللينز، هل هي كانت ماشيه على اورال كونترسبتيف بيلز ولا لا، عملت سيرجيكال بروسيدجر قبل كده ولا لا، وبسالها كمان على الهيستوري انفيرتيليتي، هل هي كانت مرت بفتره من الفيرتيليتي ولا انفيرتيليتي ولا لا، هل هي حصل لها سيكسوال ترانسميتد ديس اوردر، ولو هي عندها كونجنتال انوليس في اليوترس. جينيكولوجيكال هيستوري مهمه جدا زي ما احنا قلنا قبل كده. في ايه؟ بكمل طبعا، انا بكمل لكم الشريحه اللي قبل كده. بكمل على هل العيانه قبل كده حصل لها اي بلفيك ديس اوردر، يعني حصل لها بلفيك انفلاماتوري ديس اوردر، لان ده بيزود الانسنس بتاعت الاكتوبيك. الديت اوف لاست سيرفيكال سمير، طبعا في اوروبا وفي امريكا في كل الاماكن دي انك تعمل سكريننج للكانسر سيرفيكس دوت، ده الكومن، ده الكومن، ان العيانه اي سيكسوال اكتف فيميل لازم تعمل انيولي تاخد حاجه اسمها باب سمير عشان تعرف هل هي عندها بري مالجنسي ولا لا، وده الطبيعي. فالطبيعي انك تسال عيانه على اللاست سيرفيكال سمير، هل العيانه قبل كده حصل لها اكتوبك ولا لا، هل عملت عمليات ولا لا. الباست ميديكال والباست سيرجيكال هيستوري مهم جدا، لان في like some medical conditions may have impact on course of the pregnancy or the pregnancy may have an impact on medical condition. يعني زي ايه؟
عملتي عمليات قبل كده؟ عملتي عمليات نسا ولا لا؟ يعني فور اكزامبل العينين اللي عاملين اللي عملوا قبل كده مايوميكتومي، مايوميكتومي يعني شالوا ميومه من اليوترس، دولت غالبا غالبا بيولدوا سيزيريان سيكشن، وما حاولش اكمل لها اسابيع البريجنانسي عشان ما يحصلهاش ربشه يوترس. هل هي عملت عمليات في العظم قبل كده؟ لان في بعض عمليات العظم ده كونتر انديكيتد معاه ان العينه تكمل، انها تكمل لحد الدليفري. في عينين زي الكاردياك، العين الكاردياك دولت في بعض الحالات تيجي تقول لك بريكومنديشن من دكتور القلب ده كونتر انديكيت انها تخش في بين. في عينين اللي عندهم ريتنال اتاتشمنت حصل لها قبل كده، ده نيفر نيفر انك تدخل عيانه في نورمال ليبر، لان الكونتراكشن والبين ممكن يعمل لها نيو ريتنال اتاتشمنت. طبعا بالنسبه للميديكال هيستوري ديابيتس هيعمل لي ممكن ماكروسوميا، يعني يخلي الويت بتاع الفيتوس اوفر سايز. الاي جي ار ممكن يعملوا لو في عندي ابنورماليتيز في الفيزز مع الديابيتس، كونجنتال ابنورماليتيز برضو بالاكلامسي قلناها ممكن يحصل معاها ايه، ورينال ديز اوردر طبعا دي من الحاجات اللي يحصل لها ورسنينج مع البريجنانسي. وطبعا دلوقتي الايرا الجديده ان في ناس كتير بقى عاملين رينال ترانسبلانتيشن، وتيجي تقول لك انا عايز احمل يا دكتور، او تيجي تقول لك انا حامل، فانت ممكن تبقى عيانه جايه لك بتتابع انتي نيتال كير وهي عامله ليفر ترانسبلانتيشن، او هي عامله رينال ترانسبلانتيشن، او كان عندها كانسر بريست وخلاص اخدت كل علاجها وهي بريجننت دلوقتي. فالكلام ده مهم، ما عادش الكلام زي زمان ان العينه جايه عندها بس شويه ديس اوردر، لا ده العينه عيالك عاملك اورجان ترانسبلانتيشن وجايه تتابع حملها، فلازم حضرتك تبقى عارف الباست هيستوري عشان تعرف انت هتكمل معاها ازاي. العينه كان فيها ايبليبسي قبل كده وبتاخد علاج دلوقتي ولا ما بتاخدش؟ عجلها قبل كده دي في تي ولا لا؟ ده طبعا عشان انت بتخاف من ثرومبوفيليا، وطبعا العينين اللي هم الجايين بريجننت بيكون عندهم الانسنس يحصل لهم دي في تي اكتر، لان بيحصل العينه كوجريشن فاكتور كلها بتزيد ديورنج بريجننسي. حصل لها كونكتيف تيجو ديزيز زي سيستميك لوبس او بريكلامسيا او اي جي ار، كل ده مهم جدا. تيجي تقول لك العينه البريفيوس اوبريشنز، طبعا وانت بتسالها لازم تعرف عن منها التايب اوف انستيزيا اللي خدتها، حصل كومبليكيشن ولا لا. طبعا وانت بتكلم على العينه سايكاتريك هيستوري ده مهم جدا، بس طبعا مش كل عين بتسالهم تقول لهم انتوا نورمالي سايكولوجيكال، ولكن انت بتقدر تعرف من طريقه كلامها او من طريقه الميديكيشن اللي هي خدته قبل كده، ان انت تعرف العينه دي هل اتعرضت قبل كده انها كان عندها سايكاتريك بروبلمز ولا لا. الفاميلي هيستوري طبعا لازم تسال على الفيرست ديجري ريلاتيف كونجنتال انوماليز، هل في 6 لينكد انوماليز ولا لا؟ هل في العيله فيها هايبرتنشن او ديابيتس ولا لا؟ هل العيله فيها جينيتكس اوردر ولا لا؟ السوشيال بسال على السموكينج، بسال على الكحول، بسال على هل هي بتاخد بعض الادويه، لان بعض الادويه اللي بتتاخد ممكن تزود الميسكارج او الاي جي ار او ستيل بيرس او نيوتال ديس. بسال على المرايتال ستيز، يعني في عيانه جايه لك هي كانت مريض ودلوقتي ديفورس، فالحاجات دي بتبقى في الليجاليتي مهمه جدا، وفي بالذات لو انت بتشتغل جوه مستشفى وعندك فايلز بتكتبها علشان الليجاليتي. بالنسبه للهازبند تسال عن نيم، على الاوكيوبيشن، هل في هاوس بروبلم ولا لا. الدراج هيستوري طبعا لازم اعرف كل انواع الميديكيشن اللي بتاخدها، زي الهايبرتنسيف وزي الديابيتك زي الالرجيك دراج زي كورتيكوسترويد او الانتي ايبليبتيك، كل انواع الدراجز اللي بتاخدها العينه او ميديكيشن لازم اكون كاتبها عندي وعارف، لان كل ده بيأثر، ممكن يأثر على البريجننسي وممكن يأثر على الفيتوس. وفي النهايه يا جماعه يعني مش عايزاكم تقلقوا من الهيستوري دي، مجمعه حاجات كتير في اسامي الديس اوردر واسامي الديزيز، ولكن ان شاء الله مع الوقت هنعرف ده كله، ولكن ده موضوع مجمل وان شاء الله يكون فهمتوا واستفدتوا منها باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.